يا دي النور يا دي النور، اخيرا اخيرا البيت اتملى علينا، ده انتم منورينا الشارع جامد. مين يا هدى؟ نورك يا صدفه والله. انا نفسي اقول لكم حاجه. زمان لما كان النور بيتقطع كنت بفرح، كنت بحس ان انا عندي وقت لنفسي اهدي فيه اعصابي، اسرح، افكر، احلم. من شهرين النور اتقطع عندي وراح السرحان وخلصت الافكار، والنور اتقطع عندي ومرجعش. الضلمة اللي كنا بنحتاجها زمان عشان نعرف ننام بقت بالنسبة لي كابوس طير من عيني النوم. شهرين وانا مش عارفة اذا كانت عينيا مقفولة ولا مفتوحة. الضلمة بالنسبة لي كانت اتموسفير رومانسي جميل، بس خلاص ما بقتش كده. بقت بالنسبة لي خوف، خوف من المجهول ورعب، وطول الوقت حاسه ان حد بيطاردني وعايز يأذيني. قعدتوا شهرين تقولوا لي انتي بيتهيألك. الحمد لله ان انا ما صدقتكوش صراحه يعني. يا تيتي يا جابت حبيبتي، انا بس عايزه اقول لك حاجه. لولا الضلمه دي أنا في حاجات كتيرة قوي ما كنتش شايفاها. كنت شايفة الصداقة الجدعانة، كنت شايفة الناس اللي بتحبني بجد ومستحملاني. وأنا مرات الحقيقة يعني ببقى مرات قليلة، ببقى عصبية زيادة عن اللزوم، وأنتوا برضو بتستحملوني. مرات قليلة وشوية زيادة هما بيبقوا كتير، بس يقولوا عشاني. بحبك يا ريدي. تعبك راح يا حبيبتي. عارفين انا نفسي في ايه؟ نفسي اشوف شيرين اللي دلعتني واخدت بالها مني، وعايزه اشوف ليلى. الستات الجدعان اللي ما كانش ممكن يعدوا الشهرين اللي عدوا عليا دول من غيرهم. ما كنتش قادره استحمل لوحدي. والراجل الطيب ده اللي قاعد جنبي سندي وضهري وعشرة عمري. انت ما بتردش ليه؟ اوعى تكون بتعيط. ما تعيطش يا حبيبي، ما تعيطش. نفسي اشوف نادين عروسة ادم، الحيوان ده اللي ما ترباش بس انا هربيه قبل ما اديهولك. الله يسامحك. وماجي كمان فتحت عيني على حاجات كتير كتير قوي. طب وانا فين؟ نسيتيني؟ يا ستي لو تصبري على رزقك شويه. ما انا صابره اهو، والخطبه كانت هتخلص وما جبتش السر. انتي اجمل واحن صدفه جت في حياتي. انا حاسسها وما بستحملش. وانت يا رجب يعني حتى ريحتك اللي ما كنتش بطيقها دي ما اقدرش استغنى عنك. تتصور بقى بعد ده كله. بس ما قلتليش ايه رايك في الجاكيت؟ هايل. قولي بقى لونه ايه؟ لونه سامون.